هذا اليوم يأتي ضمن نشاطات كلية طب الأسنان المتميزة حقيقة، يعني دائما طب الأسنان متميزة بهذا المجال، وضمن الذكرى 46 للحركة التصحية المجيدة التي قادها الرئيس المؤسس حافظ الأسد، وهذا تعبير أننا ماضون في النهج الذي أرساه الرئيس الراحل حافظ الأسد وتابعه الرئيس الدكتور بشار الأسد، متمسكين بثوابتنا وماضون نحو النصر إن شاء الله. انطلاقا من دعم جامعة دمشق للبحث العلمي لكل كلياتها وخاصة كلية طب الأسنان، لذلك ففي الذكرى 46 للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد مؤسس حافظ الأسد، تحتفل كلية طب الأسنان اليوم بكوادرها العلمية وطلاب الدراسات العليا بإقامة يوم علمي في مجال الأبحاث العلمية حول كل ما يتعلق بالأمراض السنية وأمراض الفم. مواضيع متنوعة اشتملت على الطعوم العظمية التي يمكن أن تطبق في سياق التهابات النسج ما حول السنية وتراجع العظم وكذلك زرع الأسنان، وأيضا الجزء الثاني من اليوم العلمي يتضمن المواد المالئة بما تشمله من البي آر بي والهيرونيك أسيد، والحقيقة امتاز هذا اليوم العلمي بأنه مجاني وسوف يتم تطبيق بعض المواد المالئة على بعض المرضى المتطوعين بشكل أيضا مجاني، وهذا الحقيقة بفضل التعاون اللي عم يتم بين كلية طب الأسنان والكليات الطبية المختلفة.